صباح الخير جميعا، هنستكمل معا محاضرات الجنرال بكتيريولوجي. اتكلمنا في المحاضرة الأولى والثانية عن الستركشر اوف بكتيريال سيل اللي هي البروكاريوت، وشرحناها بالتفصيل وقلنا الاسينشال والنون اسينشال ستركشر. محاضرة النهاردة هنتكلم على البكتيريال ميتابوليزم، هنتكلم على البكتيريال جروس، هنتكلم على الميجرمنت اوف بكتيريال كاونت، وهنعرف تفصيل ازاي البكتيريا بتعيش وتتعايش. يعني ايه كلمة بكتيريال جروس كيرف؟ ما المقصود ببكتيريال جروس كيرف؟ and how to measure this bacterial curve او how to measure bacterial growth. بكتيريال جروس كيرف ده الحقيقة من الحاجات المهمة جدا. لازم نعرف البكتيريا بتاعتنا اللي احنا بندور عليها معدل النمو بتاعها والمالتيبليكيشن بيمشي ازاي. البكتيريا زي ما اتفقنا بيحصل لها انقسام بما يسمى الباينري ديفيجن. باينري ديفيجن معناها ان الخلية بتعمل دوبليكيشن للكونتينس بتاعتها، وبعد كده بيحصل السيباريشن لتو سيلز، وكل واحدة منهم بتاخد نسخة من الكومبوننس اللي موجودة، وده بنسميه باينري ديفيجن. تمام؟ الباينري ديفيجن ده او الديفيجن ريت بيختلف من one type of bacteria to another، اللي هو بنسميه replication time او generation time. في بكتيريا ليها rapid generation time، في بكتيريا slow generation time، وبناء عليه بيتوقف ال rate of infection، بياخد قد ايه وقت ال incubation period وال disease time وال pathogenesis وال recovery. اوكي طيب، التو سيلز بيبقوا ايكوال لايتش اذر في كل حاجه، وبياخد كل الكاركترز بالظبط، وزي ما اتفقنا بيختلف الجينريشن تايم من وانس تايب اوف بكتيريا. في حاجات فيري رابيد زي مثلا ايكولاي بتاخد حوالي 20 مينت، في حاجات فيري سلو بتاخد ا فيري لونج تايم زي المايكوبكتيريوم تيبركلوزس بتاخد حوالي 24 ساعه فور مالتيبليكيشن او فور ديفيجن. How to measure the growth of bacteria. بنقسم الميجرمنتس لحاجة اسمها total bacterial count و viable bacterial count. Total bacterial count المقصود بيها اللي هو total number of bacteria both living and dead. احنا بنقيس او بنعد كل البكتيريا اللي موجودة عندي في العينة سواء كانت عايشة او ميتة، وده بيتعمل بحاجة من طريقتين. يا اما بنعمل حاجة اسمها direct count of the number of bacteria in a known volume of culture عن طريق شريحة معينة بكفر زي شريحة العد مثلا بتاعت الهيموسيتومتر، بس شريحة معينة خاصة بالبكتيريا، وبنعد number of bacteria في dilution معين وبنحسبه. او ان انا بعمل حاجه اسمها التربيديمتري اسي، جهاز بيقيس التربيديتي، وده طبعا بيتعمل في الفلويدز بنسميه التربيديمتري اسي. ده التوتال كاونت. لكن في حاجه اسمها فايبل كاونت، واكشوال انا بيهمني الفايبل كاونت. فايبل كاونت اللي هو النمبر اوف ليفنج اورجانيزم اللي موجود عندي في العينه، وده بيتعمل بطريقتين، حاجه اسمها الباور بليت ميثود او المايلز اند ميثرا دروبينج تكنيك. ده منظر البكتيريال جروس كيرف. البكتيريال جروس كيرف ده بيمثل لي الريت اوف بكتيريال جروس سواء اوتسايد ذا بادي او ايفن لما بيدخل جوه جسم الانسان. زي ما احنا شايفين في اربع مراحل للبكتيريال جروس كيرف. المرحله الاولى بنسميها اللاج فيز، المرحله الثانيه بسميها اللوج فيز، المرحله الثالثه بسميها الاستيشنري فيز، والمرحله الرابعه بسميها الديكلاين او الديس فيز. المرحلة الأولى اللي هي اللاج فيز، actually في المرحلة دي there is no increase in the number of living microorganisms. أمال إيه؟ المرحلة دي البكتيريا بتعد نفسها لعملية الديفيجن. The cells consume nutrients from the medium. Enzymes and intermediates are formed and accumulate inside the cell. بتعد نفسها، بتجهز الاحتياجات بتاعتها عشان عملية replication، بتعمل duplication للكومبوننتس بتاعتها. With the result of increase in size prior to division، تبدأ بقى تزيد في الحجم لأن هي عمالة تحوش components هي محتاجاها. The length of the lag phase بيختلف من نوع لآخر أو من بكتيريا لأخرى، وده بيعتمد على الوسط اللي حواليها وعلى ال incubation period اللي البكتيريا بتحتاجها قبل ما تدخل في عملية الباثوجينيسيس. المرحلة الثانية اللي بسميها ال exponential phase أو اللوغاريتميك فيز أو اللوج فيز، أو بنسميها المرحلة الاضطرادية اللي بيحصل فيها زيادة فظيعة في عدد البكتيريا اللي دخلت جوه جسمي أو اللي اتحطت على الميديا.
During the exponential phase, the cells are in steady status. The number of cells increase in an exponential manner. عمال يزيد بطريقة متوالية. This continue until one of two things occur. يعني ده بيستمر لغاية ما يحصل حاجة من اتنين. يا إما exhaustion of the nutrients. أخلص النيوترينس المتاحة في التشو اللي حواليا أو في الميديا اللي أنا حاطط الأورجانيزم فيها. Or accumulation of the toxic products and inhibition of growth. أو أن تبدأ التوكسيك products في الوسط اللي حوالين البكتيريا تتكوم وتموت لي البكتيريا. المرحلة الثالثة بنسميها stationary phase أو steady phase، مرحلة الثبات، مرحلة الثبات أو مرحلة الكمون. During this phase many bacterial multiplication stop، تمام، عملية الريبليكيشن والاكتف دوبليكيشن بتتوقف وتبدأ تبقى balanced by increase the number of this rate، ويبقى قصادها خلايا كتير بتموت نتيجة زي ما قلنا exhaustion of nutrient أو accumulation of toxic products. So the total number of living organisms remain more or less equal أو constant، يبدأ يحصل زي ثبات في معدل النمو. Although the total count of bacteria may increase slowly، والعدد الكلي ممكن يزيد حاجة بسيطة نتيجة ان ايه ممكن واحد فيهم معدل يبقى اكتر شوية، لكن المنحنى بصفة عامة بيبقى ماشي steady او بنسميه في ثبات. المرحلة الرابعة او الاخيرة اللي بنسميها decline phase او death phase، ان هو بعد وقت معين يبدأ يحصل drop، يبدأ يحصل drop في النمبر of bacteria نتيجة ان بيحصل this rate only without multiplication rate، فبيبدأ نلاقي العدد الكلي يبدأ يقل، تمام، وده نتيجة exhaustion لكل ال components اللي موجودة and accumulation of the toxic substance. طيب لما بقول ان ال growth curve ده بيمثل لي ايه او ازاي اطبقه على الانفكشن لما بيحصل جوه جسم الانسان، اول ما الاورجانيزم بيدخل جوه جسمي بياخد وقت بنسميها الانكيوبيشن بيريود علشان يبدا يظهر الاعراض، وده بيمثل اللاج فيز. بعد كده يبدا مرحله الانفيجن، ان هو يبدا يدخل جوه التشو ويبدا يحصل باثوجينيسيس، ودي بتمثل اللوغاريتميك فيز او الاكسبوننشال فيز. يبدا المريض يبدا يظهر عليه الاعراض ويظهر عليه مثلا كان فيفر، ابدومينال بين، دايريا، كاف، واتيفر الكورس اوف ذا ديزيز. دي مرحله الاستيشنري فيز لغايه ما المريض خلاص يبدا يتحسن والاميون سيستم يشتغل والبكتيريا تبدا تموت ويبدا عددها يقل، فيدخل في الديكلاين فيز او بنسميها كونفليسنس او مرحله النقاهه. دي مراحل المرض بصفة عامة وما يمثلها من البكتيريا الجروس كيرف اللي بيحصل جوه جسم المريض. طيب عرفنا يعني كلمة بكتيريا الجروس كيرف، ده من الحاجات المهمة المتكررة اللي بنتسأل فيها كتير، ولازم نبقى عارفين الستيجز بتاعت البكتيريا الجروس كيرف، وكل ستيج بيبقى فيها ايه اللي بيحصل، زيادة في العدد ولا ثبات وكورسبوندنج لاني مرحلة في الانفكشن. هنبدأ نعرف مع بعض البكتيريا الميتابوليزم، ومن أهم الحاجات اللي لازم نعرفها الجيزيس ريكويرمنتس اوف بكتيريا. هنبدأ نفهم البكتيريا الميتابوليزم اللي بتعمله البكتيريا علشان تقدر تعيش وتقدر تعمل الأمراض اللي هي بتسببها في جسم الإنسان. البكتيريا بتفرز مجموعة من الإنزيمات والتوكسينز اللي بتساعدها في عملية الميتابوليزم والباثوجينيسيس. الإنزيمات بتفرز إنزيمات كتيرة ومختلفة مش ثابتة في كل نوع، لكن كل نوع بيفرز نوع أنواع خاصة بيه بتساعده في الباثوجينيسيس، زي اللايبيز، النيوكلييز، البروتينيز، الهيدروليتك إنزيم. الإنزيمات دي وظيفتها إن هي بتاخد الإكسترا سيلولار نيوتريتيف ماتيريال وتكسرها تحولها لسيمبل فورم تدخلها عن طريق السيتوبلازميك ميمبرين عشان تبدأ تجهز البلوكس اللي هي محتاجاها في تصنيع الكومبوننتس بتاعتها وتبدأ تدي الانرجي اللي هي محتاجاها. البروسيس اوف انرجي برودكشن بتتم بطريقة من اتنين، يا اما حاجة اسمها الاوكسيديشن بروسيس وفيها بيحصل مجموعة من التفاعلات اللي هي بتستعمل الهيدروجين بونز علشان تولد الطاقة بتاعتها، تمام، وبيبقى الهيدروجين هو الفاينل اكسبتور بتاع الكومبوننتس دي. طيب بيمسك الاكسجين في الهيدروجين ويبداوا يعملوا التفاعلات تولد الانرجي اللي بتحتاجها البكتيريا.
وده بنسميها الايروبيك ريسبيريشن او الايروبيك بكتيريا، تمام؟ وده غالبا بيكون باستعمال الاورجانيك سبستانس او ممكن باستعمال الاورجانيك سبستانس، وفي الحاله دي هنسميها انيروبيك ريسبيريشن ومش هيستعمل الاكسجين. طيب بتحصل مجموعه من التفاعلات الغرض منها ان البكتيريا تقدر تبروديوس الانرجي اللي محتاجاها عشان عمليه الريسبيريشن والميتابوليزم. البروسيس الثانيه اللي هي بنسميها الفيرمنتيشن بروسيس، ودي يوجوالي بتحصل في الانيروبيك بكتيريا او ان ابسنس اوف اكسجين، تمام؟ وبتستعمل فيها اللي هو الجلايكوليتيك سايكل او الفيرمنتيشن بروسيس. طيب ودي بتستعملها يوجوالي الانيروبيك بكتيريا، وفي نوع اسمه فاكالتيتيف انيروب هنفهمه دلوقتي. البكتيريا النيوتريشن، البكتيريا زيها زي اي كائن حي محتاج مجموعه من النيوتريشن عشان يقدر يعيش ويحصل له ريبليكيشن وملتيبليكيشن. بنقسم البكتيريا اكوردنج تو ذا نيوتريشن ريكويرمنتس لمجموعتين كبار، حاجه اسمها اوتوتروفز، كلمه اوتو يعني ذاتي، ذاتيه التغذيه، ودي عباره عن البكتيريا اللي هي بتقدر تستعمل السيمبل ان اورجانيك سبستانس از ا سورس اوف كربون اند امونيا وتولد الانرجي وتعمل البلوكس اللي هي محتاجاها. يوجوالي دي بتبقى اللي هي السابروفيتيك او بنسميها الفري ليفنج او النون بارازيتيك اورجانيزم، وبرده زي ما اتفقنا دي غالبا اوف نو ميديكال امبورتنس ومش بتسبب امراض. النوع الثاني بنسميه هيتيروتروفز، الهيتيروتروفز ده بنسميه غير ذاتي التغذيه، ومعناه ان هو محتاج حد يساعده، غالبا الحد ده بيبقى الميديا اللي بيدخل جواها او التيشو اللي بيدخل جواها يعمل ديزيز. This bacteria require complex preformed organic substance، يعني حاوز حاجات جاهزة يقدر يشتغل عليها زي الشوجر زي البروتين، which is derived from the plant or animal source، اللي بياخدها من التيشو البلانت او الانيمال اللي بيدخل جواها. الهيتيروتروفز معظمها of medical importance، اللي هي غالبا بتبقى الparasitic bacteria اللي هي بتسبب الامراض. طيب ايه الريكويرمنتس او الجروس فاكتورز اللي محتاجاها البكتيريا فور جروس؟ زي ما قلنا البكتيريا زيها زي اي كائن حي عادي، محتاجه نيوتريانتس فور جروس، فيتامينز، امينو اسيد، النيوكليك اسيد، النيوكليك كومبوننتس، انزيمز علشان تقدر ان هي تعمل ملتيبليكيشن. وفي كمان انواع من البكتيريا بنسميها الفاستيدياس اورجانيزم او البكتيريا اللي هي ايه المدلعه شويه، اللي هي محتاجه اكسترا ريكويرمنتس فور جروث اكتر كمان من البكتيريا العاديه، واللي مش بتطلع غير في وجود ريكويرمنتس معينه والا مش هتقدر يحصل لها نمو. الجيزيس ريكويرمنتس اوف بكتيريا، الجيزيس ريكويرمنتس اوف بكتيريا من المواضيع المهمه جدا لانها بتفهمنا طريقه نمو البكتيريا وبالتالي بتساعدني في عمليه التشخيص. البكتيريا ان جنرال بتنقسم لنوعين كبار، حاجات بتحتمل او بتستعمل او بتحتاج الاكسجين فور جروس، وحاجات ما بتستحملش وما بتستعملش ومش بتحتاج الاكسجين لكن بتحتاج السي او 2 فور جروس، تمام؟ الحاجات اللي بتستعمل الاكسجين او اللي محتاجه الاكسجين دي بيبقى عندها انزيمز اللي بتقدر تخلصها من التوكسيك راديكالز الناتجه عن عمليه استعمال الاكسجين. الاكسجين لما بيدخل في عمليه الريسبيريشن بتاع الخليه بينتج عنه تو توكسيك راديكالز، حاجه اسمها الهيدروجين بيروكسيد وحاجه اسمها السوبر اوكسيد. لازم يكون البكتيريا عندها تو انزيمز يقدروا يكسروا لي التوكسيك راديكالز دول، اللي هو السوبر اوكسيد ديسميوتيز والكاتاليز انزيم. وجود الانزيمز دي مهمه جدا للتخلص من التوكسيك فري راديكال اللي بتطلع من عمليه الريسبيريشن باي اوكسجين. فبالتالي وجود الاكسجين واحتياج البكتيريا ليه واستعماله بيعتمد على وجود الانزيمز دي، سواء وجود كامل او وجود نسبي. وبالتالي بنقسم البكتيريا الى كذا نوع. نمره واحد اوبليجيت ايروب، اوبليجيت يعني ضروري او اجباري، ايروب يعني هوائي، يعني بكتيريا هوائيه بالعافيه كده. ذيس بكتيريا جرو اونلي ان ذا بريزنس اوف اوكسجين. طيب ليه؟ لان الانرجي جينريتنج سيستم بتاعها معتمد على الاكسجين وان هو يستعمله فور انرجي برودكشن زي التي بي وزي السودوموناس اريجينوزا بكتيريا. طيب عكسه اللي هو رقم 3 الاوبليجيت انيروب،
this bacteria grow only in the absence of oxygen. لازم ما يبقاش فيه اكسجين وهتموت لو اتوجد فيه اكسجين زي الكوليستريديم فاميلي الاربع انواع بتوع الكوليستريديم فاميلي. ان بتوين ما بين الاثنين في حاجه اسمها رقم 2 اللي هي الفاكالتيتيف انيروب ودي بتمثل لي جزء كبير جدا من البكتيريا او غالبيه البكتيريا. ايه هي دي؟ دي كان جرو ان ذا بريزنس اور بارشال ابسنس اوف اكسجين. يعني لو الاكسجين موجود خير وبركه، نقص شويه وظهر مكانه CO2 خير وبركه. ليه؟ لان عندها انزيماتيك سيستم اللي يساعدها ان هي تقدر عمليه الايروبيك ريسبيريشن، ولو نقص الاكسجين تقدر تستعمل CO2 فور جروث. زي ما قلنا ان في وجود الاكسجين بيطلع لي اتنين توكسيك مولكيولز اللي هو الهيدروجين بيروكسيد والسوبر اوكسيد ايون، واللي دول لازم اتخلص منهم عن طريق التو انزيمز الكاتاليز والسوبر اوكسيد ديسميوتيز علشان تقدر البكتيريا تعيش وما تموتش من التوكسيك راديكالز. وبالتالي الانزيمز دي موجوده بوفره في الاوبليجيت ايروب، موجوده بنسبه اقل شويه في الفاكالتيتيف انيروب، وغايبه تماما في الاوبليجيت انيروب، ولذلك الاوبليجيت انيروب ما تقدرش تعيش في وجود الاكسجين. في نوع رابع كده فاستيدياس، بكتيريا كده متدلعه شويه، بيسميها المايكرو ايروفيليك بكتيريا، ودي اللي بتحتاج لو اوكسجين تنشن، عاوزه نسبه قليله جدا من الاكسجين، زي حاجه اسمها الكامبيلو باكتر جيوجيناي. ده نوع من انواع البكتيريا اللي بيجي في جي اي تي، وده بيحتاج نسبه قليله جدا من الاكسجين، بنسميه مايكرو ايروفيليك بكتيريا. الاربع انواع دول بيعتمدوا اعتماد كبير على الاكسجين او غياب الاكسجين. طيب هل السي او 2 ليه دور؟ بعض انواع من البكتيريا زي البروسيلا ابورتا زي النيسيريا منينجيتيدس بتحتاج نسب متفاوته من سي او 2 فور جروس غير الانيروب. الانيروب ده عاوز سي او 2 الوقت كله، لكن دول بيحتاجوا نسبه معينه باضافه غير الى الاكسجين. مثلا البروسيلا ابورتاس بتحتاج 5-20% فور جروس، عشان كده لازم اوفر السي او 2 في الميديا بتاعتي علشان اقدر اشخصها. نفس الكلام النيسيريا منينجيتيدس والنيسيريا كونوريا. هنجمل او هنجمع البيولوجيكال نيد اوف بكتيريا. فور اني بكتيريا تو جرو اند ملتيبلاي سيرتن ريكويرمنتس ماست بي ميت ويتش ار. لازم اوفر للبكتيريا الاتي: سفيشنت فود، زيها زي الكائن الحي محتاجه اكل بكميات كافيه عشان تنمو. الميديا او التشو اللي هتدخل جواها لازم يكون متوفر فيه سفيشنت فود. الادكويت ليفل اوف مويشر، نسبه رطوبه معينه. التمبريتشر، هنعرف دلوقتي ان كل اورجانيزم وليه تمبريتشر خاصه بيه. بروبر ديجري اوف بي اتش، الكالينتي او اسيديتي. بروبر ريكويرمنت اوف اوكسجين وشرحناها بالتفصيل. ابسنس اوف لايت كومبليتلي او بارشالي حسب نوع البكتيريا، ولازم طبعا الريموفال او التخلص من الويست برودكتس اللي بتتكون علشان ما يحصلش توكسيستي للبكتيريا. النيوتريشن قسمناها زي ما قلنا ان في حاجه اسمها الاوتوتروفس، وقلنا ان في حاجه اسمها الهيتيروتروفس، ودي حسب نوع البكتيريا اذا كانت بارازيتك ولا سابروفيتك، ودي بتبقى متوفره سواء بره الجسم اذا كانت اوتوتروفس او جوه الجسم لو هي هيتيروتروفس. المويشر، بعض البكتيريا بتحتاج نسبه معينه من الهيوميديتي عشان تقدر يحصل لها جروث، بعضها بيحتاج الدراينس وخصوصا زي السبورز عشان تقدر تمنتين. التمبريتشر، معظم البكتيريا بتنمو عند درجه حراره 37، ودي بنسميها الميزوفيلز. الميزوفيلز بتنمو عند درجه حراره الجسم 37 اللي هي من 25-40. بعض انواع البكتيريا قليل منها جدا بينمو عند درجات حراره منخفضه اسمها السايكروفيلز، ودي بتنمو عند درجات حراره قليله ممكن ايفن زيرو او سب زيرو زي البكتيريا اللي بتنمو في البحار وفي اعماق البحار والمحيطات. العكس قليل برضو جدا من البكتيريا بنسميه ثيرموفيلز، بينمو في درجات حراره مرتفعه لغايه 45 او 60 درجه مئويه واحيانا اكتر من 60 درجه مئويه اللي بنسميه اوبليجيت ثيرموفيل او الاستيرو ثيرموفيلس، ودي بنستعملها وبنستفيد منها في بعض التطبيقات العمليه ايفن حتى ان احنا ممكن نستعملها علشان ان انا اعمل تيست بيها للاستيرلايزيشن تكنيكس اللي انا بستعملها. البي اتش، معظم البكتيريا بتنمو في النيوترال بي اتش اللي هي من 6.5-7.5، لكن انواع قليله من البكتيريا ممكن تنمو في الاسيديك بي اتش زي اللاكتوباسيلس، او ممكن تنمو في الالكالين بي اتش زي الفيبريو كوليرا،
بتحتاج alkaline pH. الجيزيس requirements ودي حكيناها بالتفصيل قبل كده. اللايت معظم البكتيريا بتطلع في وجود الداي نايت، الداي لايت العادي والسان لايت العادي، لكن احيانا في بعض البكتيريا بتحتاج الداركنس عشان الجروس. البكتيريا الباي برودكتس قلنا دي الويست برودكتس او الاكسكريتا اللي بتطلع من البكتيريا واللي لازم تتخلص منها تو افويد التوكسيك اكيوموليشن، التوكسيك برودكتس اكيوموليشن. طيب نبص على الاسئله دي. طبعا ده كده نموذج الام سي كيو. ماشي ذا فولوينج انهي زيرو ريت اوف جروث اوف بكتيريا، ديكريزنج جروث ريت اوف بكتيريا، الكونستانت ريت والانكريزنج، وحاطط لك الاربع مراحل المختلفه بتوعت البكتيريا الجروث كيرف علشان تفتكر كل مرحله كان بيحصل فيها ايه. بكده احنا خلصنا الجزء بتاع المحاضرات الاولاني اللي هو الانترودكشن والجنرال ستراكشر اوف بكتيريا والميتابوليزم اوف بكتيريا. اتمنى ان تكون المحاضرات واضحة وسهلة. لو في اي تساؤل تقدروا تتواصلوا معنا. شكرا لكم and good